البريد العراقي اليوم بدأ يصعد وينمو لينواكب الحوسبة والحوكمة والأتمتة واتحاد البريد العالمي، بحيث المواطن اليوم من إذا اصدر بإمكانه يدخل على نظام حاسبة الأسعار اللي موجودة على موقع البريد العراقي. زين. يشوف سعر الطرد يريد دزل أمريكا، يشوف سعر الطرد موجود عنده. أي طيارة اللي راح تنقله احنا عندنا مشتركين ويا عدة خطوط، عندنا ويا المصرية ويا الإماراتية ويا العمانية، وعندنا عقد في طور التوقيع ويا التركية، لأن عندنا 192 وجهة للعالم يوميا باعتبار الخطوط الإماراتية رائدة في هذا المجال. فبإمكان المواطن اليوم ما يروح يبحث يدور على الطرد أو الرسالة البعيثة، احنا عندنا رسالة وبعيثة ورزمة اللي هي فوق الكيلو، والطرد بعد الكيلو، يعني هو هسه هاي التسميات الطرد. فبامكان المواطن اليوم يعرف نظام تقفي عندنا، نظام اي بي اس، نظام اس دي اس، هاي انظمه واكبناها بالفتره المنصرمه الماضيه، فصعد تقييمنا واكبنا الدول المغرب العربي وغيرها. هاي خدمه عندنا انتشار، عندنا 276 مكتب بريدي في العراق، 63 مكتب بريدي في بغداد. انتشارنا هذا لو اجتمع مصرف الرشيد والرافدين ما عنده هذا الانتشار. لكن احنا قلت لك الارهاصات اللي صارت وال يعني تغيير الحكومات والادارات وكذا، صح. احنا مرينا جزء بازمات اكيد والمؤسسات الاخرى بالضبط. فعلا اردنا نحكي اليوم. احنا قبل فتره يعني صراحه كانت عندنا تغطيه كامله على البريد، وشفنا العمل بطريقه يعني صراحه ملفته. ويجوز البعض يستغرب من هاي يعني الترتيب وطريقه العمل، حتى السيارات هسه موجود يعني. فاليوم اريد تخلينا بالصوره، تعرف انت اليوم يعني الناس كلها تشتغل بالبريد، يعني هو اصلا العالم تحول الى بريد. صح فعلا، يعني ماكو بعد كله بريد، وهذا ما دخلتوا فيه انتم يعني حتى السوق التجاري. هالاشياء فعلا التجاره الالكترونيه، احنا ماضيين هسه عندنا عقد هذه الايام في طور التوقيع، عقد نقل الوثائق الكترونيا ويا وزاره الخارجيه ويا الداخليه مرور عام غيرها، وثائق بحيث المواطن يجي ما يروح للدائره، يجي لاقرب مكتب بريد للرقعه الجغرافيه محل سكنه، يقدم اوراقه، يدخل على النظام، الموظف موجود عندنا، تروح اوراقه الخارجيه تصدق، يستلمها خلال فتره وجيزه. المرور العامه حلو، سنويه، سياره، بطاقه موحده، وثيقه دراسيه. هذا ما ظلت الا ايام معدوده، احنا كمجلس اداره صادقنا عليه مؤخرا، يعني قبل اسبوع ان شاء الله راح يصادق عليه ونمضي بهذا العقد. عندنا عقد ويا شركه الكيكارد، هذا توقع العقد قبل فتره. هذا شنو؟ احنا عندنا نظام توفير كنظام المصارف. عندنا 87 الف مودع، عندنا مبالغ تقريبا ما يعد يعني الاحصائيه الاخيره اللي وصلتني 163 مليار لمواطنين مودعين في بغداد المحافظات. تعرف هذا النظام دفتر توفير وكذا، نظام قديم يعني، هذا راح يؤتمت يصير الى بطاقه. حلو، بحيث المواطن يجي لمكتب البريد بطاقه على الانظمه الحديثه مثل فيزا كارد. بالضبط مثل فيزا كارد، بامكانه عنده حريه حركه السحب، يعني يودع في بغداد يستلم البصره، يودع 10 ملايين يروح البصره يستلمها. حلو، هذا يعني وقعنا العقد، يعني في طور، حتى عندنا احتفاليه يوم 16/2 الجايه في، حتى مع الوزير يمكن تحضرها. دخلنا نظام توجيهات مجلس الوزراء الأخيرة في 1/7، نظام الدفع الإلكتروني المفروض يعمم في كل مؤسسات الدولة. احنا ثاني مؤسسة بعد أمانة بغداد أعتقد عملنا بهذا النظام، بحيث أجهزة البوز ماشين انتشرت في مكاتبنا البريدية حاليا، وبإمكان المواطن ما يأخذ مبلغ بعد بإيده، لا صدر بطاقة ويشحن هذه البطاقة ويسدد ما عليه من رسوم صندوق إسكان، رسوم طوابع بريدية طارد كذا، بالبطاقة، بطاقة دفع الإلكتروني. وهذا عملنا به من 1/7 في كل بغداد.